معلومة من التاريخ الإسلامي. هل يجوز تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ يقال إن الحكم في تقبيل الزوج لزوجته مباح، فتقبيل الرجل لزوجته في وقت الصيام جائز وليس فيه حرج، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجاته وهو صائم. ولكن أين نحن من قوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن خشي الصائم الوقوع في المعصية جاء تقبيل زوجته بسبب سرعة شهوته، فذلك مكروه له. فإن نزل عليه المنية عليه الإمساك حتى الإفطار وقضاء اليوم ولا كفارة عليه، والله أعلم. ويقال أيضا في حكم تقبيل الزوجة في رمضان أن الحكم يختلف بين أن يكون الرجل شابا وحديث الزواج أم كبيرا في السن. فالشاب من باب الحيطة والحذر الأفضل له الابتعاد عن زوجته، كما يبتعد عن كل الأسباب التي يمكن أن توقعه في حرمة الجماع. فعن عائشة رضي الله عنها روت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل نساءه وقت صيامه، فتقول: وأيكم يملك من ربه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالتقبيل هو نوع من المباشرة. فنستنتج الحكم مما سبق أنه يجوز للرجل الكهل أن يقبل زوجته، لأنه لا يؤدي ذلك به عادة للتورط في الجماع، وإن وقع في الجماع فالواجب عليه الكفارة الكبرى، وهي صيام شهرين متتابعين. أما بالنسبة للشاب فينبغي أن يكون بعيدا عن زوجته وقت الصيام، وذلك من باب الحيطة والحذر. ولكن إذا قبلها ولم يتعد ذلك فليس في ذلك شيء من الحرام، لأن التقبيل مباح، لكن سبب منعه هو سد للذريعة. فإذا افترضنا أن شابا متزوجا قويا في الدين وطاعة الله تعالى ويعرف حدود الله ولا يتعداها، فله فعل كل ما لا يحرمه الله على الصائم إلا الجماع. فالمشكلة في ذلك تكمن في ضبط الغرائز، وفي هذه الحالة فإن الحيطة خير من الوقوع في المعصية. وهناك رأي آخر من موقع إسلام ويب: ويجوز للرجل أن يقبل امرأته وهو صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك. فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. وأما المذي فلا يفسد به الصوم في الأصح عن قولي أهل العلم، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه شق التحرير منه، والواجب على المسلم حفظ بصره وجميع جوارحه عما يفسد به عليه صومه. فإن كنت تتعمد رؤية زوجتك على الحالة المذكورة مما يكون سببا لتحريك شهوتك وقد يحصل إمناء بذلك، فإن هذا يفسد صومك إذا خرج منك، وعليك الإمساك والقضاء، والله أعلم. سؤالنا اليوم هيخص العلاقة الزوجية شوية. فالسؤال بيقول: ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ خاصة بنتكلم اتنين يكون متجوزين قبل رمضان مباشرة. الجواب بنقول: أصل التقبيل لا شيء فيه، هو جائز من حيث ان هو ايه، ما هو زوجته، احنا ما بنتكلمش حرام وحلال ان هو يقبلها ولا لا، انا بقول في نهار رمضان. ولكن لو كان هو بيقبلها قبلة عادية من باب الشفقة، من باب المودة، من باب التعاطف، من باب الألفة، من باب الحب، دي جائزة ولا بأس فيها ولا تبطل الصوم وليس فيها شيء. إنما واحد قصد إن هو بتقبيل الزوجة قصد التلذذ، إن يتلذذ بهذا التقبيل، نقول له ده هيخلي الحكم يتغير ويبقى مكروه.
لان قصدك ان انت تتلذذ وما تعرفش ايه اللي يحصل بعد كده. الذي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فبنقول له لو انت قصدت التلذذ بقبلة الزوجة، نقول لك ان هنا حكم هذا التقبيل في نهار رمضان مكروه. مكروه يعني ايه؟ يعني صومك صحيح بس ما تعملش كده وتقدم عليه، عشان ما نعرفش هيحصل ايه بعد كده. واحد تالت، هو يقبل الزوجة بقصد اللذة ويغلب على ظنه انه قد يفلت الامر من يده، وبعد كده ممكن يحصل عملية انزال، يعني ان الانسان المني يخرج منه. في الوقت ده هنا يكون حرام عليه التقبيل وصومه صحيح لو غلب على ظنه كده. انما لو انزل حقيقة، هنا المسألة مختلف فيها ويختلف العلماء. فقالوا جمهور العلماء ان هنا صومه يبطل ويأثم لانه يعرف انه سينزل وعليه قضاء ذلك اليوم. انما بعض العلماء بيقول ده ممكن يكون خرج غصب عنه فصومه لا يبطل. المهم في الاصل في المسألة ان لو انسان مسافر وزوجته موجودة او اي حد، فممكن بيقبلها عشان مسافر، دي ما فيهاش اي حاجة، لانها مش بقصد اللذة. بقصد اللذة المطلقة يبقى الصوم صحيح وهذه القصد مكروه، بس الصوم صحيح. ان غلب على ظنه ان هو هيتفاعل اكتر وممكن يحصل حاجات بعد كده، يبقى ده بنقول عليه هذا الفعل حرام في نهار رمضان ولكن صومه صحيح ايضا. فعلينا ان نحرص على صحة صيامنا في ايام رمضان حتى يتقبلنا ربنا. وبعد الفطار أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الإنسان يعمل ما شاء مع زوجته بعد ذلك في الليل ويمسك نفسه في النهار لأنه لا يملك نفسه. سيدنا النبي كان يقبل الزوجات رحمة وشفقة، والسيدة عائشة بتقول إيه؟ كان أملككم لإربه. يعني سيدنا النبي مسك نفسه، سيدنا النبي راجل، سيدنا النبي يتحكم صلى الله عليه وسلم. وكل الناس ما تقدرش تعمل كده. فنقول حاذر وحافظ على صيامك. أكتر واحد يحافظ على صيامه هو أنت. ربنا تقبل منا جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من شاهد الفيديو حتى النهاية أثبت وجودك وضع تعليقك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقل رأيك في الموضوع، وهل لديك موضوع تود طرحه؟ لمتابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة، فقط قم بالاشتراك مع تنشيط علامة الجرس.